شاهدينا لم تكتفي دولة الإمارات بالتعافي الاقتصادي ولا في مجال السياحة وأيضا الطيران، لكن امتد هذا التعافي أيضا في المجال الرياضي من خلال إقامة العديد من الفعاليات وأيضا المبادرات الرياضية. فعلا يا زينب، كان في بسبب أكيد الوعي عند المجتمع وأفراد المجتمع أيضا ضمن أكيد إجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام فيها، شجع على أن يكون في فعاليات رياضية وثقافية في دولة الإمارات وما تتوقف أيضا بسبب الجائحة. أكيد مروة، ولم تكن فقط افتراضية بل كانت أيضا على أرض الواقع، وشاهدنا هذا أكيد في إمارة الفجيرة. رغم هاي الظروف الاستثنائية لم تتوقف الفعاليات الرياضية في دولة الإمارات، مع الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة المشاركين فيها. وكالعادة لم يغيب مركز الفجيرة للمغامرات عن هذه الأحداث، لهذا قد تم تنظيم سباق أندورو 3 للدراجات الجبلية في منطقة الطويين، وللمزيد نتابع معاكم تقريرنا التالي. في ظل جائحة كورونا طبعا أول شيء قل عدد المشاركين اللي كانوا يشاركون من خارج الدولة من أنحاء العالم، لكن الحمد لله قدرنا نسلط الضوء على الموجودين في دولة الإمارات، وما شاء الله عدد كبير. يعني أنا ما تصورت أنه بيكون في عدد من المشاركين، لكن قدرنا نوصل تقريبا 150 مشارك من داخل الدولة ومن جنسيات مختلفة. يعني الحمد لله الفئات هي نفسها، الهواة، المحترفين، والنخبة، والسيدات، والمواطنين. لكن المراحل اللي هي 3 مراحل خليناها مرحلتين بسبب الوقت اللي أعطونا إياه الأزمات والكوارث. قبل أي مشارك بيشارك لازم يقدم فحص البي سي آر، وبالإضافة لأدوات السلامة كاملة واتباع إجراءات الاحترازية. وأثناء المشاركة نفس الشيء، كانوا عندنا متطوعين يتأكدوا من المتسابقين، وفي نفس الوقت أن يتأكدوا من لبس الكمام وعدم التجمع واتباع إجراءات الاحترازية. أمانة يعني معنويات عالية، خاصة يعني كانوا مكتومين في بعض الرياضات اللي ما فتح لها مجال مثل الماونتن بايك هذه، فهذه كانت أول مشاركة لهم، فبقوة ومعنويات عالية والناس متفائلة أنهم في سباقات. أهميتها يرجع لتوجيه السيد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة لدعم هذا النوع من السباقات لتأهيل الشباب المواطنين أنهم يبدعوا ويصلوا إلى يعتلون اللي هي المراتب الأولى سواء في البطولات المحلية أو العالمية، والاحتكاك كذلك مع المتسابقين من أنحاء العالم اكتساب خبرة. إن شاء الله يوفقهم، وأنا سعيد يعني أني أول مشاركة كانت أول نسخة كان فيها تقريباً 1 أو 2 مواطنين، اليوم الحمد لله قدرنا نوصل تقريباً 15 مواطن، فهذا يعتبر نجاح، وإن شاء الله نتمنى التوفيق للجميع في هذه الرياضة. في أول شيء نتكلم عن التنظيم، التنظيم كان جداً رائع. وجزا الله خير مركز الفجيرة للمغامرات، يعني أثرونا والله، وكنا احنا نحلم في مثل هاي المسابقات والتحديات مثل الأندورو والماونتن بايك في المنطقة هنا عندنا، فجزاهم الله خير حققوا الحلم لنا. طبعا احنا مع نظام الدولة وقانونها بالنسبة للتباعد، والواحد يحرص على صحته والأمور هذه، لكن بشكل عام في المناطق الجبلية هنا التباعد موجود، يعني انت ما جالس في خيمة ولا في مكان مغلق، مفتوح، والشباب ماخذين يعني الحاجات الاحترازيه مثل الكمام والمعقمات وكذا، حتى موجوده يعني اول ما دخلنا بالدخول وطلبوا منا حتى الفحص، فحص كورونا وكذا، يعني لازم يكون متواجد وياك عشان تدخل مثل هذا السباق. والله هو شوفي لكل مجتهد النصيب، وانا يعني كنت اتمرن الفتره الماضيه، شاركت في 2018 جبت الحمد لله الاول، وقفت في 2019 اصابه، وجيت مرة كنت يعني إن شاء الله قلت يعني بدون الأول ما أطلع. So first of all, I'm really surprised that we could have this event despite all these challenges of the COVID situation. So really glad to be here and racing again. To me, this is the favorite place to ride in the UAE. The
tracks are amazing, good flow, nice jumps. So yeah, I was happy to come back here. So I'm privileged, thank you.